هنا يلا اول صوره دي في اسكندريه، كان في بطوله من حوالي 4 شهور او 5 شهور. بيلعب ايه هو؟ كمال، هو بيحضر للبطوله في الصيف الجاي، كمال اجسام. اوكي ما شاء الله. فهو كان في البطوله في اسكندريه وانا كنت معاه وانا اللي مصوره الصوره دي. هايل. اللي بعده كده انتوا 150 الف جنيه مقربه جدا، يعني بدايه مبشره. ده كنا في فرح الاخت اللي هو علاء ده تبعنا في الشغل. آه وانا اللي مصوراهم برضو الصوره دي في راس البر. يعني بياخدك ده ابني ما شاء الله. أوكي. بياخدك معايا في المناسبات. اه طبعا. هايل. قربنا يا جماعه على الجايزه. اللي بعده دي امبارح في الجيم في دمياط. حلو تمام. ده عندك فول انفو. ده الكابتن احمد الشعراوي المدرب بتاعه. عارفه الكابتن بتاعه. اه طبعا. هايل. اللي بعده روز انت خسرت. دي بنت خالته. اوكي اسمها ايه؟ اسمها مي. مي. ايوه تمام. وكانت عندنا في البيت واتصورت معايا. شبهه فعلا. شبهه جدا. ايوه. طب خلاص عشان شعرها احنا قلنا برايفت. تمام. اه هي محجبة اصلا. ايوه. طيب يا جماعة اللي بعده. اوكي الصورة اللي بعده. ايوه عسل. كنا في البيت. طب اوكي عشان بس شعرها والحجاب لو سمحتي. طب بس انت ما عندكيش مشكله ان هو قرايبه مثلا يبقى؟ لا عادي ايزي خالص. يحضنهم او؟ لا هو مش حاضنها، هي بتتصور جنبه بس. هي حاطه. انت كنت يعني بتقولي بتغيري عليه وكده، مش بتغيري عليه خالص؟ لا عادي، اصل هي عادي. يعني عادي. لو متجوزه ما هي متواجده معانا على طول. بس ممكن الصوره علشان شعرها، هي محجبه بعد اذنك. بس هي لطيفه. طيب. هي اوبن مايند. طيب يا جماعه خلاص عشان بس الحجاب ادخلوا لنا كده على الواتساب، طلعوا لي راندوملي كده اي فويس مسج. والصوره واقفه متثبته وانا قلت ممكن تشيلوها علشان هي يا شعرها. يا جماعه الصوره تتشال. طيب بعد اذنكم يعني عشان شعرها يا جماعه، هم اكيد افتكروها مش محجبه. ف هتلاقي كله شغل. كان مسافر وسايبك. طيب يا حبيبي الكلام ما تاخرش عليا، انت وحشتني قوي. ده انت مسافر وسايبك؟ ولا انت بقى اللي قاعده جنبك ومتقرف على طول عشان كده مش عارف تيجي؟ حاولي يا حبيبي تيجي الساعه اللي بتجيها قبل الجيم كل يوم. انت بقى لك اسبوع ما بتجيش، انت وحشتني قوي. طب انا عندي بقى الجيم هحاول منك. انت دايما ما تبعتيش تاني. حاضر يا حبيبي. انا ما تاخرش عليا. كات كات يا جماعه ايه التهريج ده؟ ده ايه؟ مش عارف. ده تليفون. طب ممكن اشوف ده على التليفون لو سمحت؟ ده مش المدام. هو كات لو سمحتوا، وقف تصوير. هو لو سمحتي بس التليفون باللي عليه ده يجي لي دلوقتي اشوف بالتليفون ده حقيقي ولا ده من عندكم فيك. حرام عليك. طيب لا استني. لا لو سمحتي ما اسمحلكيش. بعد اذنك. انا ما بحبش. خلاص يا ستي انا ما اقدرش احضر مواقف زي دي بصراحه. قلت مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. خليكم معانا. هجيب لك الموبايل. اه بالفويس دي. حاضر. ومش عايزاكي تتوتري. لا انا عادي خالص. وما تقلقيش. لا يا بابا ام سوري جدا على الموقف السخيف ده بجد والله. احنا بنهزر. انا عايزه اكسبكم. لا وانا فرحانه جدا عادي ما عنديش مشكله والله. انا اسفه. مين يا جماعه اللي بتسمعني؟ مين دي؟ معرفش. ازاي ما تعرفش؟ مش فاهم. والهدوم بتاعتي دي؟ معرفش. هو انت بتصور؟ اوكي. فين الموبايل؟ ما هات موبايلك.